بسم الله الرحمن الرحيم. البرماكي عبد المولى، عضو جمعية متقيش حومتي. الجمعية كتقوم بهذه البادرة هذه ديال التبرع بالدم في هذا الوقت هذا بالذات، نظرا للخصص اللي كيعرفوا المركز ديال تحقن الدم. والجمعية ما يمكن لها إلا تكون جمعية مواطنة كتلبي دائما النداء ديال بحال هذه الحملات هادو. الساكنة كانت في المستوى من هذا المنبر كنقدموا لهم الشكر لأنهم تجاوبوا مع الحملة بطريقة حضارية وبواحد الطريقة سريعة. تقريبا وصلنا فتنا ل 200 متبرع لحد الآن ومازال تيجيونا متبرعين. السلطات كانت في المستوى، كنقدموا الشكر للسلطات كاملين وعلى رأسهم الباشا ديال المنطقة ديال المنارة، لأنه فعلا ما لقيناش مشكل بالنسبة للطريق، وكانوا لي زوتوريزاسيون في الوقيته ديالهم من طرف السيد القائد ديال المناره ديال ازلي، وكانوا رسموا لنا واحد الباساج اللي فعلا لقينا واحد السلاسه في الطريق. وبالنسبه هنا في مركز التحقن الدم فراكم كتشوفوا كما شفتوا راه الامور راه هي غاديه بواحد الطريقه صحيه وبواحد الطريقه سلسه، وكان توزيع ديال لي بافيت على 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 جميع المتبرعين منذ فاش طلعوا للسيارات، والتعقيم والتدابير الاحترازيه راه هي متاخده، كاينين جبنا معنا كراسه وكاين التباعد، الحمد لله راه كل شيء غادي في امان الله. وشكرا لهذا المنبر على التغطيه ديال هذه الحمله، وشكرا لكم بزاف. خذ ابغاش اطار صحي حارس عام بالمركز الجوي لتحقن الدم ومسؤول على قوافل التبرع بالدم داخل جهه مراكش اسفي. دونك اليوم المركز الجوي لتحقن الدم تيفتح الابواب ديالو للمجتمع المدني في شخص جمعيه متقيش حومتي. هذه الجمعيه هذه اللي يعني التجربه الثانيه ديالنا معاهم، ذاك العام في رمضان كانوا شرفونا بالحضور في ليله القدر، وهذا العام هذا بيتمنوا هذيك العمليه وجاو للمره الثانيه. دونك ما يخفاش عليكم الظرفيه الحاليه اللي كتعرف واحد شويه ديال العزوف على التبرع بالدم، فهذا المجيء ديال هذه الجمعيه مع هذا الكم الهائل ديال المتبرعين ما يقدر يكون الا واحد المناسبه اللي غادي نزكيو بها المخزون ديالنا ديال التبرع بالدم. المركز الجوي لتحقن الدم تيحتاج ما بين 150 حتى 200 كيس يوميا باش يلبي طلبات الكثيفه والكثيره اللي كتجي من عند المصالح الاستشفائيه، خصوصا المستشفى الجامعي محمد السادس والمصحات المختصه في القصور الكلاوي والمختصه في علاج السرطان. دونك في الاخير تنبغي نقول واحد النداء، لانه حنا الحمد لله يعني هي الحمله ناجحه، كاين اقبال كبير، ولكن راه كاينه استمراريه. هذه الحاله هذه اللي كنعيشوا اليوم ما نكرهوش حنا كمسؤولين في المركز نعيشوها مع على مدى السنه. من اجل ذلك تنبغي نقول واحد النداء لجميع المواطنين، راه يمكن لكم تجيو تبرعوا بالدم. حنا دايرين تراخيص شخصيه كتعطى في الصباح، يعني التراخيص باش تجي تبرع بالدم في الليل، رغم انه كاين الحجر الصحي، ولكن تقدر تجي تاخذ هذاك الترخيص في الصباح وتجي بكل اريحيه بتنسيق مع الناس ديال الداخليه، بتنسيق مع الناس الاخوان ديالنا ديال الامن، راه تيخليو المواطنين يجيو يتبرعوا بالدم في الليل. فهذا نداء هاد العشر الاواخر هذه ان شاء الله، اللي بغى يدير شي حسنه يديرها في التبرع بالدم. وكنتمنى يا ربي من هنا لاخر رمضان يكون المخزون ديالنا كافي كافي كافي، باش من بعد رمضان يعني ايام العيد نكونوا في واحد الحاله اللي كتكون مطمئنه من ناحيه المخزون ديال الدم. السلام عليكم ورحمه الله. الاسم الكامل خالد سجيدان، من الساكنه ديال ازلي الجنوبي. تنقدم الشكر الكبير لاعضاء الجمعيه بواحد بواحد بدون استثناء، وتنشكر الناس اللي لبات الطلب. الحمد لله راه الا جيتي تخرج تشوف برا راه بتلقى واحد القدر ديال عباد الله اللي بزاف، يعني هذا الشيء هذا تيفرح. وتنتمنى من الناس مع هاد العواشر ومع شهر رمضان يزيدوا يبادروا ويتبرعوا، حيت كاينين بزاف الناس محتاجين لهذا الدم هذا، والامل في الله اوليا وفي الناس ثانويا، والحمد لله هاد الشيء هذا تيفرح. وتنشكر الناس اللي صاروا على هاد الشيء هذا، راه تقريبا اعضاء الجمعيه راه حيدين وقتهم ووقت عائلتهم باش يلبيو الطلبات تاعو الناس وتيصاروا على هاد الناس هادو، والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.